مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. الساعة تشير إلى حوالي الواحدة بعد منتصف الليل. مجموعة ديال الأشخاص اللي كيعيشوا حالة التشرد دخلوا في نزاع تطور هذا النزاع اللي تطور إلى شجار ثم تبادل ديال الضرب والجرح بأسلحة بيضاء. أحد الأشخاص، أحد هاد الأطفال أو هاد الشبان اللي كيقتنوا داخل هاد الحائط ديال هاد الفيلا، وراء هاد الحائط ديال هاد الفيلا المهجورة، مصاب على مستوى العنق في انتظار وصول سيارة الإسعاف اللي غادي تنقلوا إلى المستعجلات من أجل غتق هاد الضربة أو محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن الإصابة خطيرة وعلى مستوى العنق. نتمنى التدخل العاجل للرجال الوقاية المدنية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه ونقل هذا الشاب إلى المستشفى. هاد المشاجرة أو هذا الضرب والجرح كي حين على ما هو رعاية اللي كيتلقاو مثل هاد الأشخاص المتخلى عنهم، هاد الأشخاص المتشردين. يعني شنو الحل اللي يتلقى بحال هاد الأشخاص باش ما يطيحوش عرضة للاستغلال ولتبادل العنف اللي كيؤدي في عديد من الأحيان إلى جرائم قتل. وكانت قناة شوف تي في عالجت عدد من الجرائم اللي وقعت بين هاد الأشخاص اللي كيعيشوا وضعية صعبة. السبب ديال هاد الشجار حاولوا، سولناهم حاولوا أنهم يخفيو شنو هو السبب ديال هاد الشجار وماذا وقع بالضبط كي يتطور الى ضرب وجرح. حاولنا ان نبعدوا ما امكن لان الارض والجدار ملطخين بالدماء. الاصابه خطيره وعلى مستوى العنق. انتظار رجال الوقايه المدنيه ورجال الامن اكيد اللي غادي يفتحوا تحقيق معمق تحت اشراف النيابه العامه المختصه والوصول الى كل حيثيات وظروف هذه الجريمه، لان كنقولوا جريمه لان ربما يتطور الامر الى ما هو أسوأ، وهذا ما لا نتمنى. إذن في انتظار كما قلنا وصول سيارة الإسعاف من أجل نقل هذا المصاب. هذا الشاب اللي أصيب على مستوى العنق إصابة خطيرة بعد ما تعرض لطعنة على مستوى العنق. باقي كينزف، صديق ديالو حاول أنه يسد هذيك الضربة بالأيدي ديالو في انتظار وصول سيارة الإسعاف. وفي هذا الأثناء وصول سيارة الإسعاف. خليه تما. في هذا الأثناء وصول سيارة الإسعاف من أجل نقل هذا الشاب إلى أكيد إلى المستعجلات المركزية. كيف كتشوفوا هذه هي سيارة الإسعاف التابعة لجهاز الوقاية المدنية. نشكرهم على التدخل العاجل ديالهم ونتمناو بان المثير في هذا الحادث هو ان الكلب الحيوان الاليف كيفاش انه تابع صاحبه لحظات ديال نقله من طرف عناصر الوقايه المدنيه على متن سياره الاسعاف الى المستعجلات المركزيه بمدينة الدار البيضاء. نتمنوا له الشفاء، نتمنوا الامور باش ما تطورش الى وفاة. بالفعل تحية كبيرة لرجال الوقاية المدنية على التدخل العاجل ديالهم. مرة أخرى كنوجهوا نداء للمسؤولين باش يشوفوا هاد الأشخاص اللي في وضعية صعبة واللي ما عندهمش محلات
ما متخلى عنهم من طرف الأسر ديالهم، واللي كيناموا في محلات أو فيلات مهجورة مثل هذه الفيلا المتواجدة بأحد أرقى الأحياء بمدينة الدار البيضاء. ما ننساوش بأن قناة شوف تيفي سبق لها وعالجت مثل هذه الظاهرة، وكانت دارت روبورتاج على أخطر فيلا أو أكبر فيلا واللي كان كيتجمعوا فيها المتشردين والمتخلى عنهم، وكذلك الناس اللي كيبيعوا كيستغلوا هاد الأطفال وكيبيعوا لهم المخدرات. إذا شكرا المشاهدين الكرام على طيب المتابعة، أكيد تفاصيل أكثر تجدونها على قناتكم شوف تيفي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.